دلوقتي هخش في اول اختبارات الديفرنشال بروتكشن. تمام. الديفرنشال هنا طبعا في الانيبل بتاعه، وفي هنا سيتنج للسيمبل. لو احنا عملناها سيمبل الهاي سيت هيختفي، والزيرو سيكونس هنا هيختفي الانيبل. وزي ما قلنا ممكن الانيبل لو اختفى من هنا هنروح من السيستم كونفيجريشن هتلاقيه اهو الاوبشنز لو عايز تعملها جراوندد او ان جراوندد بزيرو سيكونس فلتريشن. تمام. وبالنسبه للادفانس بيرجع الكلام ده. الاي اس 1 والاي اس 2 ده بقى السيتنج بتاعت الكيرف والسلوب. الاي اس 1 دي المينيمم بيك اب، والكي 1 السلوب الاولاني، الاي اس 2 والكي 2 السلوب الثاني، والهاي سيت 1 ب 12 والهاي سيت 2 برضه ب 12. هنا لو عايزين نعمل نخلي مثلا الهاي سيت 1 ب 8 بس ان الرقمين يكونوا مختلفين عن بعض، والهاي سيت 2 ب 12. المحول بتاعنا الداتا بتاعته 60 ميجا فولت امبير، ستار ارسد، ستار ارسد والفيكتور جروب 0 وتيرشري وايندنج. السي تي على الهاي، السي تي ريشيو على الهاي 301 وعلى اللو 3001. اول حاجه في الهاي فولتج هنجيب الاي ريتد اس على جذر 3 في، هنا 60 في 10 اس 3 جذر 3 في 132 ب 262. بعد كده نجيب الماتشنج فاكتور بتاعه اللي هو السي تي ريشيو على الاي ريتد هيطلع ب 1.14 جنيه. بالنسبه للو هنعمل نفس الكلام، نجيب الاي ريتد اس على جذر 3 في، البي هنا 13 و8 هيطلع 2510. بعد كده نجيب الماتشنج فاكتور للو سي تي ريشيو على الاي ريتد ب 1.19 جنيه. كده احنا جبنا الماتشنج فاكتور للهاي واللو، بس ناقص طبعا الفيز والزيرو سيكونس كومبنسيشن. الفيكتور جروب عندي صفر، الفيكتور جروب عندي صفر. ف لو رجعنا للجدول اللي اتكلمنا عليه هنلاقي انه الفيكتور والزيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور هيبقى في 2 على 3، يعني الريلي هيضرب اي تيار داخله سواء للو او للهاي في 2 على 3، ونفس الكلام هيضرب طيار اي تيار داخله في اللو في 1.19%، اي تيار داخله في الهاي ب 1.14%. ده الكيرف، ده الكيرف. تمام. الهاي سيت 1 هنا ب 8 مش ب 12 زي ما كتبناها. الهاي اس 1 الحته الاي دي الانترسكشن مع الاي اس مع الاسلوب الاول، تقاطع الاسلوب الاول مع المنطقه الافقيه دي. والاي اس 2 وده الاس 1 والاس 2 والكي 1 والكي 2 الاسلوب الاول والثاني. في الاول الديفرنشال بيساوي الهاي فولتج زائد اللو فولتج، ده لو جمع اتجاه. طيب احنا اصلا بنحقن ان الهاي فولتج عند صفر والهاي فولتج عند 80، ما بنحقنش صفر وصفر عشان احنا عايزين نجيب بيك اب ودروب اوت، فلازم التيارين ما يتجمعوش على بعض من الاول. يعني لو عملناها صفر صفر التيارين هيتجمعوا على بعض من الاول خالص، فيديني ديفرنشال من غير اي حاجه. فالزاويه دي تقولين معناها ان الاي لو بقى سالب، فالاي ديفرنشال هي عباره عن الاي هاي ناقص الاي لو. الاي بايظ هو مجموعهم على 2، مجموعهم جبري، يعني الاي لو زائد الاي هاي على 2. طيب في الاول لو احنا بنختبر المينيمم بيك اب المنطقه الافقيه دي، المنطقه الافقيه دي على محور الاي بايز هي عباره من الصفر لحد نقطه الانترسكشن بوينت. ممكن الانترسكشن بوينت نجيبها ازاي؟ هنمد السلوب الاول ده بالامتداد لحد الصفر، يعني هنمده لحد هنا، هيبقى عندي الحته دي كده هي نفس السلوب الاول. فانا ممكن اجيب السلوب الاول ده اللي هو معلوم عندي اللي هو 3 من 10، هيساوي ايه بقى وقتها؟ هيساوي دلتا الاي ديفرنشال على دلتا الاي بايز. طب فين الدلتا؟ فين النقطتين اللي هطرحهم؟ دي اي اس 1 ناقص صفر على المحور الاي دي، وهنا الانترسكشن بوينت ناقص صفر على محور الاي بايز. فهينتج لي المثلث اهو اي اس 1 ناقص صفر يعني اي اس 1، والانترسكشن ناقص صفر بيساوي الانترسكشن، الاثنين دول هو السلوب. فبنقول اقدر اجيب انه الانترسكشن بوينت هو الاي اس 1 على الاس 1. القانون ده كده جنرال لاي سلوب، ممكن نجيب الحته دي هي عباره عن
المينيمم ديفرنشال على السكوير الاول. طيب عشان نقيس المينيمم بيكوب عشان نقيس النقطه دي، يبقى النقطه دي المفروض ان هي على الاي بايز من صفر لحد الانترسكشن بوينت. عشان اقيسها هقول ان الاي ديفرنشال احنا جبناها ان هو الاي هاي ناقص الاي لو. الاي ديفرنشال هو المينيمم بيكوب فاليو اللي هي الاي اس 1، هساوي مره اللو بالصفر وهساوي مره الهاي بالصفر. فلو سوينا اللو بالصفر فمعنى كده ان الاي اس 1 بيساوي الاي هاي فولتج، فاقدر ايه اشوف التيار اللي انا هحقنه كام. انا كل ده عايز اعرف التيار اللي هحقنه كام عشان يديني في الديفرنشال لما اجي اشوف في الميجرمنت الاي ديفرنشال يطلع بالاي اس 1. يبقى انا هحقن كام في الهاي وهحقن كام في اللو. ففي الاول هخلي اللو بصفر ونساوي الاي اس 1 بالهاي، وبعد كده هخلي الهاي بصفر ونساوي الاي اس 1 باللو. بس ناخد بالنا ان الاي اس 1 اللي هشوفها دي هتبقى مضروبه في الماتشنج فاكتور، وهتبقى مضروبه في الزيرو سيكونس والفيكتور جروب كومبنسيشن. يعني هتبقى مضروبه بالنسبه للهاي في 1.14% وفي 2 على 3. فالقيمه اللي انا هحقنها لازم تبقى مقسومه على 1.4 وعلى 2 على 3، لان الريلي هيضربها. فاي قيمه الريلي بيضربها انا بقسمها. فبالنسبه للقيمه الاولانيه انا عندي اي اس 1 هتبقى ايه؟ هيبقى الهاي فولتج مضروب في ده كده ده الريلي، يعني القيمه دي اللي هتبقى جوه الريلي. فالحق بالقيمه اللي انا هحقنها هتبقى الاي اس 1 على بقى على الماتشنج فاكتور للهاي، وده الاثنين على ثلاثه ده الايه؟ الزيرو سيكونس فلتريشن والفيكتور جروب كومبنسيشن، الاثنين في فاكتور واحد. الاي اس 1 اللي هي 4/10 في 1.5. 1.5 ده ليه؟ لانه 2 على 3 يعني اكني بضرب فوق في 3 على الاثنين. يبقى هضرب في 1.5 على 1.14%. فانا المفروض ان انا هحقن في الهاي 0.526 وفي اللو صفر عشان يظهر لي الاي اس 1 دي 4/10. طيب نحقن دلوقتي الهاي، بس نوصل الاول. احنا نحقن طبعا الديفرنشال فازا فازا، يعني انا هخلي الاي 1 ده اكن دي الفازه الاولانيه للهاي، وهخلي الفازه الثانيه هي الفازه الاولانيه في اللو. الفازه الاولانيه في اللو انا مش محتاج اي جهد، اوصل بس التوصيلات. فدلوقتي بقى وصلنا على الهاي، بقى ده الهاي وبقى ده اللو. احنا ظبطنا السيتنج، ظبطنا السيتنج في البرنامج. عايزين نظبط بقى البي اس اي للكونفجريشن، يعني ناخد الاوبوت على ايه ونحط البروتكشن اسمها ايه. نفتح، انا دلوقتي فضيت ده خالص مش عشان مين نعمل فيه التيست. فالانترنال سيجنال لو انا عايز البروتكشن، لو عايز اعرف اسمه هروح البروجرامر باللوجيك، تمام. بعد كده النودز، بعد كده نبحث عن الاي دي، نبحث عن الاي دي كاي ديفرنشال يعني، او ممكن نجيبها من اللوجيك نفسه. يعني دي رقم الدي دي بقى تبقى موجوده الاوت اللي في اللوجيك اهي. كل حاجه على الاي دي، اي ديفرنشال تريب اي وبي وسي، اي ديفرنشال تريب، اي هاي سيت 1 هاي سيت 1 دي، كل حاجه. ده الديسكريبشن بتاعه، رقم الدي دي بي اهو، رقم الدي دي بي اهو. فانا عايز مثلا 899، او رايح هنا بشوف الانترنال سيجنال 899. انت بمجرد اصلا من هنا ما تدوس على الاي كابيتال هيظهر لك، دوس تاني اي كابيتال، اي كابيتال اللي هي الاي ديفرنشال، اي ديفرنشال تريب اللي هي 899 900 901 وهكذا. فانا دلوقتي عايز للفازه ايه؟ اي ديفرنشال. هاخدها على الاوتبوت، هنعمل اساين للاوتبوت. انا هاخد هنا الجي 1 والجي 2، الجي 1 والجي 2 اللي هو الريلي التاسع، الريلي التاسع. شوف الريلي الاول معمول على دي بي بي 0، فالتاسع هتلاقيه عند كام؟ عند دي دي بي رقم 8، تمام. ناخد دي ستريت ثرو بصوت، نربط بقى ما بينهم، وبرضه مفيش مانع ناخدها على الجدايه، خليها الفانكشن
في نت من لاتشنج وناخد نربط يبقى كده ريد. لو ربطت هنا بقى هتظهر لك الريد ده، ولو ربطت هنا هيظهر لك الايه الجرين. ندوس سيف. بعد كده نبعت، لازم نقف على ديفايس عشان نبعت نعمل سين. نقف على ديفايس. انا عايز دلوقتي ابعت الجروب الاولاني ده، لو عايز ابعت البي اس ال ده، لو عايز ابعت السيتنج مع البي اس ال. انا هنا ابعت البي اس ال بس. سنت. كلوز. تمام. في الميجرمنت بقى دلوقتي انا عايز طبعا هقيس ديفرنشال وبايز مع الاي هاي بتاع الفازة ايه، والاي هاي بتاع والاي لو بتاع الفازة ايه. ففي الميجرمنت انا زودت هنا، سميت بقى ده ديفرنشال، زودته وحطيت فيه، حطيت فيه ايه، حطيت فيه الاي بايز والديفرنشال والاي هاي لو والاي هاي والاي لو، الاي هاي ماجنتيود والاي لو ماجنتيود للفازه. تمام كده بقى ممكن نروح نختبر. وخدنا طبعا الاوتبوت اللي احنا عملنا له اساين، خدناه على البزر. انا دلوقتي هحقن على الهاي زي ما قلنا 0.526 واللو 0. تمام انا ممكن ابتدي الهاي من اول الصفر. تمام كده كده انا مش هحقن على اللو حاجه، فمن اول الصفر مفيش اي ديفرنشال. هفضل اطلع لحد ما اوصل لايه للقيمه المينيمم بيكب اللي هي 0.526، هيظهر لي الاي اس 1 اللي هو الايه الاربعه من عشره. فهنحقن نفضل نطلع. طيب نوصل 0.5 او لقط، المفروض طبعا البيك اب عندي زي ما قلنا من 0.5526. تمام هو لقط عند 0.5. تعال نشوف الديفرنشال هنا بيساوي كام والبايس بيساوي كام. الديفرنشال ب 0.4 اللي هو الاي اس، الاي اس 1 اللي هو الاي اس 1. الاي ديفرنشال ب 4 من 10. الاي بايز هو الاي هاي زائد الاي لو على الاثنين. فانا دلوقتي الاي هاي اللي هي 4 من 10 اللي هي الاي ديفرنشال، ف 4 من 10 على 2 ب 2 من 10 ده الاي بايز. احنا كده جبنا الايه المين اللي عايزين نعمل دروب اوت. ده كده البيك اب والدروب اوت لقيمه ال 4 من 10 في الهاي. هنعكس عشان نجيب لي اللو، فدي صفر نشيله خالص ونبتدي من هنا. المفروض هحقن هنا كام عشان يظهر لي 4 من 10؟ هحقن 0.504 عشان يظهر لي الاي اس 1 اللي هو 4 من 10، او البايز اللي هو الايه الاي دي على الاي هاي زائد الاي لو على الاثنين، وهنا الاي هاي بزيرو يعني الاي لو على الاثنين يعني 4 من 10 على الاثنين 2 من 10. نحقن ونرفع ونطلع من الصفر. طبعا لحد دلوقتي كده ما فيش اي ديفرنشال لحد ما اوصل لقيمه ال 0.5. ايوه تعالى نروح نشوف الديفرنشال دلوقتي ب 0.4 والبايز ب 0.2 هنا صفر. هنا القيمه اللو اللي انا حاططها اللي هي دي هنا مظاهر برايمري، يعني اضرب دي في التيرنز ريشيو 0.4 يعني تقريبا النص، تقريبا 1500. نعمل دروب اوت. دي كده البيك اب والدروب اوت ل الاي اس 1 اللي هي 4 من 10. يبقى احنا خدنا اختبرنا اول حاجه المينيمم بيك اب فاليو اللي هي الاي اس 1 في المنطقه بتقع في المنطقه في الاي بايز من 1 من 0 لحد الانتر سيكشن بوينت. الانتر سيكشن بوينت دي لو حسبناها اللي هي الاي اس 1 4 من 10 على الاس 1 او الاسلوب الاول على 3 من 10 هيطلع 1.33. يعني طالما انت في الاي بايز من صفر لحد 1.33 الاي ديفرنشال المفروض يبقى اكبر من 4 من 10. يعني الاوبريتنج كاركتيريا
في الباور من 0 ل 1.33 ان الاي ديفرنشال لازم يكون اكبر من 0.4 عشان يشتغل. ده كده اختبار المينيمم بيك اب فاليو.